قلبان. ايه ده؟ مش دي البنت كاميليا؟ دي كاميليا. اه مش دي اللي كانت شغاله في الريسيحسن؟ ريشنسن الريسيحسن ريشيبسن ريشيستم ريشيبسنش الريسيمباليست ريشيبسنش شيمباليست. اتعلم بقى ريشيبسنس. انت حاج رمضان انت، انت بتاع الانجليزي كله. وايه ده ليه لابسه اللبس ده؟ تقريبا نقلوها. نقلوها فين؟ ودوها الروح هم في حفظ. اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي هم بتوع الصوم حرفز دي؟ يا اهبل، هوم ميد. الهوم ميد، الله ينور عليك. ايوه كده، اللي هي عامله نظافه. ايوه عامله نظافه. نظافه ايه يا كاميلي؟ ايه يا بنتي، ايه اللي عمل فيكي كده يا حاج رمضان؟ يرضيك مدام امير تستغل عدم وجود مستر اكرم وتشغلني في النظافه. ايوه، ما انت برضو يعني مستر اكرم ده يعني انت ما كنتيش سايباه في حاله، يعني طول الوقت عماله تقولي له يا كوكو وبتاع. انت عرفت؟ لا ما حصلش الكلام ده يا حاج رمضان، تصدق عني كده؟ اه صدق. طب لا انا متاكد يعني. وبعدين ايه يعني سيبوك الشغلانه دي ومسكوك شغلانه النظافه؟ اه انا بقيت بنظف خريجه اللغات المحترمه. اه لا ملهاش علاقة، الشغل مش عيب يعني، يعني بقيت انت مسؤولة عن النظافة. للأسف اه. طيب يلا روحي نظفي اوضتي ونظفي بقية النص اللي كان ده العقل. لا حرام والله. وايه اللي لا؟ لا يا حاج رمضان والنبي. وايه اللي لا؟ بقيت تطلعي نظافي عند الأولى ولا هدهد؟ يا حاج رمضان هدهد ده هو المسؤول عني. انت هتاخدها خليها تنظف كل اللوكان ده. انا اوضه انت المدير بتاعها. انا المدير. اه انا رقيتك يا ربنا يبارك لك يا حاج رمضان. انت كنت بتاخد كام في العادي؟ كنتش باخد. خلاص خلاص ايه؟ رقيتك. ايوه مش هتاخد خالص. يا الله يا سلام، مقنع حتى يلا. وانت بتستعبطني. تعالي تعالي يا بيت. نعم تعال. ايه ده؟ اسمها ايه؟ الزعافه. زعافه؟ لا الرفاهيه دي مش عندنا، الكلام ده ما ينفعش معايا. اسمها عن الريسايكلينج. اه طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اه اكبر مثلا. ايه ده يا؟ ايه؟ يالا ده انت بتستعمله في النطاق ده جديد يا جديد. ده يقعد له 5-6 سنين كمان. ايه الكلام ده؟ اه هتستخدمه في النظافة. شفت انا بضحي ازاي عشان اللوكان ده؟ ضحي ايه؟ يلا يا بنت بينضفوا بده؟ ايوه بده. طب اتفضل. النهارده ما اسميش هدهد، اسمي مستر هوهو. ايه القرف ده؟ لا هو كده. طيب يلا تعالى. انت اتحجم دي يا معلم. يلا حرام عليك، هتموتها يا مخنوع. يا حاج يا ولد الحقني. اوعى يا بنت. انا اشوف اللي عايزه تنتحر دي. بنت يا شماء، انت يا بنت.